أهلا بكم من واشنطن مع فقرات ساعتنا الثانية، وفيها الغاز الصيني يطال الأثار المصرية المقلدة، ونتابع أيضا أطعمة تحافظ على بشرة صحية وجذابة. ساهمت صناعة السينما بصورة غير مباشرة في تنشيط قطاع السياحة في العديد من دول العالم، حيث تحول عدد كبير من مواقع تصوير الأفلام والمسلسلات التلفزيونية العالمية إلى مزارات سياحية تجذب مئات السواح ومئات محبي هذا النوع من الفنون. في هذا الإطار هناك تحضيرات تجري على قدم وساق لمشروع لإنتاج أفلام أمريكية عن الأهرامات والحضارات المصرية. هذا العمل هو مشترك بين منتجين وكوادر فنية أمريكية وعربية. وللمزيد والحديث أكثر عن هذا المشروع يسرنا أن نرحب بضيفتنا من واشنطن منتجة الأفلام الأمريكية نيفين كامل، ومن تورونتو محمد الحديدي منتج ممول لمشروع الأفلام الأمريكية المصرية. أهلا بكما نيفين. أبدأ معك، هل ممكن أن تعطينا فكرة عامة عن مشروع الأفلام الأمريكية المصرية المشتركة؟ بالنسبة للأفلام الأمريكاني المصري، أنا عايشة في أمريكا بقالي 30 سنة. نعم. وفكرة الشركة إن احنا نعمل أفلام أمريكاني مصري علشان نعرف الناس عن مصر بالطريقة الصحيحة ونزيل كل العقوبات اللي بتواجههم. فكانوا بيخافوا ينزلوا مصر يصوروا علشان مش عارفين يروحوا فين ويعملوا إيه. فبخبرتي حولت بالنسبة لمصر وأمريكا، حبيت أستغل معارفي في أمريكا وفي مصر. والشركة هدفها إن احنا نعمل سلسلة أفلام ما بين مصر وأمريكا ونعرف العالم كله عن مصر وعن الحضارة وعن. نعم بالطبع، هي الفكرة مش فقط فكرة خوف، ولكن هناك أمور لوجستية أنتم ممكن تساعدوهم فيها، مثل تحضير التصاريح، تأمين الأماكن إلى ما هنالك. سيد محمد، أنتقل لك، لماذا اليوم قررتم الخروج بتمويل هذا الإنتاج السينمائي خارج حدود مصر، ولماذا الولايات المتحدة؟ مساء الخير. أنت عارف احنا دايما بنحاول نوري جمال مصر وحقيقة مصر، حتى لو احنا عايشين برا مصر بصفتنا مواطنين مصريين. نعم. فالفكرة جت انه هوليوود بتكلم دائما على موضوع ان انت زي تعمل برودكشن مع بيزنس مان اوتسايد هوليوود. فالموضوع ببساطة ان احنا رحنا كلمونا قبل كده ان احنا نخش معهم انتاج مشترك لأفلام برا الاطار اللي احنا بنحكي عليه ده، وانا ونيفين فكرنا مع بعض ازاي نجيبهم مصر. فقررنا ان احنا بدل لما نفتح انتاج في العموم نفتحه للسوق المصري، والافلام الامريكيه تتصور في مصر في الاماكن الحقيقيه بتاعتها، ويبقى ده اول خطوه نعملها لجذب النوع ده من الافلام لتدريب المصريين عليه، وفي نفس الوقت ازاي نظهر جمال مصر وعظمه مصر. ماذا تقصد في هذا النوع من الافلام؟ يعني ما هي هذه الانواع؟ انت عارف دلوقتي الافلام الامريكي بصفه عامه موضوع ال 3D والفيرشوال والحاجات دي بقت اكتر من التمثيل نفسه. نعم. فالنوع ده من الصناعه ما عندناش. احنا عندنا في مصر ممثلين رائعين، مخرجين رائعين، انتاج كويس جدا، بس ما بيلعبش في الجزئيه دي. احنا كان غرضنا ان احنا نجيب الافلام اللي بتبهر العالم كله ونصورها في مصر في اماكنها الحقيقيه بالفيرشوال وال 3D والحاجات دي كلها، وندرب اطقم مصريه عليها في سبيلنا ان احنا نعمل فيلم مصري بالشكل ده والمستوى ده ويعرض عن طريق هوليود للعالم كله.
الاستفادة من تقنيات هوليوود. نيفين، عودة بالسؤال لك، ما هي الجهة الأمريكية أو الشركات بالأحرى التي ستشارككم، وكيف سيتم الانتاج بين مصر والولايات المتحدة؟ يعني نعرف أنه هناك طبعا هوليوود في الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى الانتاج الغزير المصري. زي ما دكتور حديدي قال، احنا بالفعل دكتور حديدي وانا رحنا وتقابلنا مع باراماونت ستوديو، وتقابلنا مع ثيرد فلور، وعملنا جوين فنتشر. ثيرد فلور اكبر شركه في امريكا للفيديو رياليتي، فهنصور الافلام بالتقنيه الجديده اللي عمرها ما اتصورت قبل كده في مصر، ودي تكنولوجيا جديده في العالم كله. هتصور الفيلم كأنك بتصور فيلمين، فبتصور الأول VR وبتعمل سكاننج، وبعد كده بنروح نصور بالممثلين وكل حاجة، فالتحضيرات كلها بتتعمل، فكل حاجة إن شاء الله هتبقى الطريقة جديدة، التكنولوجيا الجديدة. وبالطبع نيفين، يعني هناك إذا بدك يعني دراسة لسلسلة أفلام، يعني مش هتكتفوا أكيد ب قدر قليل من الأفلام، يعني صح، زي هو على المدى الطويل. بالضبط، زي ما دكتور حديدي قال، دكتور حديدي وأنا اتفقنا أن إن شاء الله داخلين سلسلة أفلام، بس هنبتدي بالبروجيكت ده، مش هنقف عن الأفلام فيلم ورا التاني، علشان نعرف العالم كله إحنا إيه والكالتشر بتاعنا. نعم. ونتفادى أي مشاكل. نعم سيد حديد، أعود لك، كيف تقيم اليوم بشكل عام السينما العربية، وبرأيك ليش عم يكون في صعوبات إذا بدك للوصول إلى العالمية، خاصة مثل ما ذكرنا من شوي هناك إنتاج غزير من الأفلام بالوطن العربي بشكل عام، حتى لو كانت مصر الأكثر إنتاجا؟ إحنا عندنا في الوطن العربي وبالذات في مصر الأفلام بقت أشكال ثابتة ما بتتغيرش، مع أن إحنا عندنا ممثلين رائعين وكرو رائع وأفكار وتأليف عالي جدا، بس إحنا انحصرنا في جزء اللي هو الخاص بالكلاسيك، الخاص بالأكشن، الخاص بالرومانتيك، ما لعبناش الجزء اللي بيبهر الجيل الجديد والعالم كله دلوقتي زي ما قلت لك، اللي هو 3D والفيرشوال والحاجات دي كلها، إحنا ما عندناش ده، مع أن الموضوع محتاج أن تتعلم إزاي التكنيكاليتي بتاعته وإزاي تصرف عليه عشان توصل للمستوى ده. إحنا غرضنا نعمل فيلم مصري بالمستوى ده عن طريق الناس اللي سبقتنا كتير قوي، اللي هم الأمريكانز، إن هم عرفوا يعملوا ده، نعمله في مصر بممثلين مصريين وأمريكان، بحيث إن الموضوع يطلع في الآخر إن أي فيلم بيطلع أمريكا حابة تصور في مصر يبقى إحنا في مصر. إحنا بقى كمصر عايزين نعمل فيلم بالمستوى ده، نطلعه مع ممثلين مصريين وأمريكان، يتعرض في أمريكا وفي العالم كله، يبقى إحنا وصلنا للعالمية عن طريق فكرة ان احنا بنروج لبلدنا، وفي نفس الوقت اتعلمنا من الناس اللي سبقتنا ازاي نعمل التكنيك ده، كسب الخبرات. يعني ممكن نشوف نوعيه جديده قريبا من الافلام، لانه هلا بشكل عام الافلام العربيه هي عم تكون ربما اجتماعيه، رومانسيه، رومانس كوميدي مثلا، ما كثير عم نشوف افلام عربيه، افلام رعب مثلا بتخوف. ممكن نشوف هلا نبلش بهذا المشروع، نشوف نوعيه جديده من الافلام بالساحه العربيه ان شاء الله. اول فيلم لينا اللي احنا بنتكلم عليه مع نيفين ده فيلم رعب، فيلم رعب هيتصور في اماكنه الحقيقيه في مصر، وهيتضاف له اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي هو الفيجوال افكتس والحاجات دي كلها. نعم. بحيث انه يطلع التكنيكال عالي جدا، وهم بيقولوا انه ده اول فيلم امريكي يتصور في الاماكن الحقيقيه في تاريخ السينما الامريكيه. نعم. فالموضوع بالنسبه لنا جميل جدا لينا وليهم. نعم نيفين، اعود لك، كيف يمكن من خلال هذا المشروع تخطي الحدود الجغرافية؟ كيف أيضا ممكن تقريب الثقافات بين الشرق الأوسط وبين الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني الأفلام العربية تعالج المواضيع، ولكن دائما يبقى في تابو، يبقى في حدود إذا بدك للمواضيع. أنتوا يلي جايين من ثقافتين مختلفتين، الثقافة العربية الثقافة الأمريكية، قداش حيكون عندكم مساحة أكبر بالحرية لمعالجة المواضيع؟ علشان كده انا ودكتور حديدي اشتركنا مع بعض، هو في كندا وانا في امريكا، واحنا الاثنين مصريين، فجمعنا ما بين الكالتشر ما بين الثلاثه، وفي نفس الوقت الممثلين اللي احنا هيشتركوا معانا ان شاء الله في الافلام هيبقى ممثلين امريكان وممثلين من كندا وممثلين من العرب وممثلين من مصر، فجمعنا كل الكالتشرز تحت سقف واحد، ونبتدي نشرح للناس ونعلمهم فعلا ايه الكالتشر بتاعنا، وايه المواضيع اللي نتكلم فيها، وايه المواضيع اللي ما نتكلمش فيها، اللي كل الناس بتخاف تتكلم فيها احنا مش خايفين نتكلم فيها. نعم، خلينا نبدا هلا استاذ حديدي في اول فيلم، يعني هل بداتم التنفيذ؟ ما هو الفيلم الاول؟ ما هو المتوقع؟ خبرنا اكثر عن هذا التحضيرات القريبه هلا.
الفيلم الاولاني زي ما انت اقترحته، الحمد لله اقتراحك جه في البلان بتاعنا. الفيلم الاولاني فيلم رعب بننفذه مع مخرج امريكي، واللي هينفذ الفيرشوال افكتس هم اللي عاملين افاتار وعاملين الافلام الرهيبه اللي احنا انبهرنا بيها دي، والتصوير هيبقى في الاماكن الحقيقيه في مصر. فده احنا حبينا ان احنا نطلع فيلم. دلوقتي انت عارف افلام الرعب في السينما الامريكيه رايجه قوي، وفي العالم كله رايجه قوي، انما مفيش فيلم رعب اتصور في اماكنه الحقيقيه بالتقنيه دي لغايه دلوقتي. فده اللي احنا بنلعب عليه دلوقتي. احنا بالفعل تعاقدنا مع الناس دي ومع المخرج، هننزل نعين اماكن التصوير في مصر في خلال الشهر اللي جاي ده، ونبدا نختار الكرو المصري والعربي اللي هينفذ مع الكرو الامريكي الفكره اللي احنا بنعملها. شكرا لكم. يعني احنا لا نريد التقليل من السينما العربيه بشكل عام، ولكن نامل ان تبدا السينما العربيه وتاخذ يعني مكانة إلى العالمية أكثر وأكثر. من واشنطن منتجة الأفلام الأمريكية نيفين كامل، ومن تورونتو محمد الحديدي منتج ممول لمشروع الأفلام الأمريكية المصرية، شكرا لكما. مشاهدينا بعد قليل من القاهرة، الغزو الصيني يطال الأثار المصرية المقلدة، تابعونا بعد فاصل قصير.